وصل رئيس الوزراء فاهمي باداكالفير إلى جمهورية أنغولا مساء الاثنين 25 من سبتمبر 2017، وذلك بهدف المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأنغولي الجديد جواو لورينشو. وكان في استقباله بالمطار وزير الشؤون الخارجية الأنغولي جورج بينتو شيكوتي. حفل تنصيب الرئيس الجديد أقيم بساحة أوغستينو نيتو، حيث شارك في هذا الاحتفال رئيس الوزراء باهيمي باداكالفير ممثلا لرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والوفود الأجنبية، ووسط حضور جماهيري كبير للمواطنين الذين اكتظت بهم ساحة الاحتفال. جواو لورينشو البالغ من العمر 63 عاما كان وزيرا سابقا للدفاع، درس بالاتحاد السوفيتي السابق، وقد فاز بالرئاسة من خلال الانتخابات النيابية التي أجريت في 23 من أغسطس الماضي باعتباره رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. وقد جاء الرئيس الجديد خلفا للرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، الذي سلم قلادة الاستحقاق الوطني الأنغولي إلى الرئيس الجديد، معلنا بذلك انطلاقة الولاية الرئاسية الجديدة. في خطابه بهذه المناسبة تعهد الرئيس الجديد بالعمل من أجل الاستقرار وتنمية أنغولا ومكافحة الفساد وتوطيد دعائم الحكم الرشيد، إلى جانب مكافحة البطالة وتنويع الاقتصاد الأنغولي. وانتهز الرئيس الجديد السانحة ووجه نداء من أجل السلام إلى الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، ودعوة للحوار الدائم إلى المجتمع المدني، قبل أن يشيد ويمتدح المناقب التي تمتع بها سلفه جوزيه إدواردو دوس سانتوس. هذا وقد اختتم الحفل بعرض عسكري كبير شاركت فيه مختلف الوحدات العسكرية.